رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك يصل إلى جوبا في أول زيارة له، والحكومة تبدأ المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة في جوبا. هل يسعى عبد الله حمدوك إلى تثبيت الأمن والاستقرار في السودان ضمن أولويات برنامج حكومته؟ وهل ستنجح حكومته في تجاوز هذا المخاض العسير؟ في استديو التاسعة مع علاء الصالح. رغم أن حديث المصريين والعرب اليوم هو محمد علي، لكننا سنركز على الملف السوداني في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. وتظاهرة، نركز على تظاهرة كبيرة خرجت اليوم في الخرطوم، حيث تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة السودانية ومدن أخرى للمطالبة بماذا؟ بتعيين رئيس القضاء ونائب عام تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير. واضح بأن السودانيين ما زالوا متأهبين يتابعون في الميدان استحقاقات ومتطلبات هذه المرحلة، وعلى رأسها العدالة وتحقيق العدالة. ماذا عن التحديات الأخرى التي تواجه حكومة عبد الله حمدوك؟ ماذا عن ملف السلام بالتحديد وزيارته الخارجية الأولى التي كانت إلى جوبا دولة جنوب السودان؟ أهلا بكم في استديو التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حسن سلمان، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا كالعادة في استديو التاسعة. أهلا وسهلا ومرحبا. ما هو العنوان في السودان اليوم دكتور حسن؟ عنوان عنوان اليوم يكاد يكون الحكومة السودانية بداية المرحلة الانتقالية. يعني دخلنا الآن في العد على الأقل التنازل. ما جرى اليوم في الخرطوم يشكل تحديا لهذه الحكومة؟ هي إحدى تحديات على كل الحكومة بين مطلوبات الثورة ومحاولة استكمال مطلوبات الثورة وما بين مرحلة البناء المطلوبة وما بعد، لأنه يعني صار في قنابل مسيلة للدموع، سنتحدث عنها وعن غيرها من الملفات معك دكتور ومع المشاهدين الكرام. حياك الله. حديثنا السوداني معكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من استديو التاسعة مع ضيفنا الباحث في الشأن السوداني دكتور حسن سلمان. نبدأ معه الحوار والنقاش بعد متابعة هذا التقرير لمحمد أشغوغ. رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك يصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لأول مرة منذ توليه رأس الحكومة الانتقالية. حمدوك وصل إلى جوبا يرافقه عدد من الوزراء في زيارة تستغرق يومين، معربا عن أمله في بناء علاقات استراتيجية متطورة بين الشعبين. زيارة رئيس الوزراء السوداني ستناقش قضايا التجارة والنفط وحرية الحركة والتنقل بين البلدين. وعلى صعيد آخر، يبدو أن حكومة حمدوك عازمة على أن تجعل من أولويات برنامجها ونزع سلاح الفصائل المسلحة خاصة في منطقة دارفور والتي تشهد اقتتالا بينها وبين النظام السوداني منذ عام 2003. الحكومة السودانية بدأت أولى جلسات الحوار مع الحركات المسلحة في البلاد، وذلك عقب توقيع اتفاق مبدئي معها على بدء التفاوض. ومن المحتمل أن تبدأ جلسات الحوار الشهر المقبل في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك بعد توقيع هذا الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب
والوقف الشامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. ويظهر من خلال جولات حمدوك الأخيرة أن الأخير وضع نزع سلاح الميليشيات ووقف الاقتتال ضمن أولويات برنامجه السياسي، وهي مهمة يرى فيها العديد من المراقبين للشأن السوداني أنها ستضع حكومته في اختبار على المحك، خاصة في ضد هذا الصراع الذي يمتد لأكثر من 14 سنة. فشل نظام البشير السابق في إيجاد حلحلة لهذه الأزمة، فهل سينجح عبد الله حمدوك بتجاوز هذا المخاض العسير الذي يسعى لولادة سودان قوي وديمقراطي؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبضيفنا دكتور حسن سلمان الباحث في الشأن السوداني. دكتور حسن، يبدو بأن التحديات بدأت تواجه حكومة حمدوك في الشارع، تظاهرة في الخرطوم يستخدم معها الغاز المسيل للدموع. ما دلالة هذا التطور في ظل جو تفاؤلي رافق أعلان حكومة عبد الله حمدوك الأولى بعد الثورة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتمنى أولا أن يجد الشعب السوداني في هذه المرحلة على الأقل فرصة للانتقال من الحالة التي كان عليها فيما يتعلق بالوضع المعيشي والحياة السياسية التي حقيقة وصلت إلى مرحلة الانسداد العام في الحياة السياسية، إلى نوع من الحياة يسودها إن شاء الله الحرية وتسودها كذلك العدالة والسلام إن شاء الله. هذا ما نرجوه حقيقة للشعب السوداني، ولكن عندما نحلل ونشرح الواقع يبدو أن قضايا الأمنيات شيء والواقع شيء آخر. يبدو أن قوى الحرية والتغيير الآن تواجه يعني نفسها بنفسها، ذلك أن مطلوبات الثورة التي في حقيقتها لم يحصل فيها استكمال، وكنت دائما أقول بأن ما جرى هو محاولة على الأقل التوافق ما بين نصف ثورة ونصف انقلاب. كيف تستطيع في ظل هذه الحالة على الأقل أن تعبر إلى المرحلة القادمة؟ طبيعي جدا في ظل هذا الوضع أن الحرية والتغيير الآن وبرئاسة على الأقل رئيس الوزراء الذي يمثل الآن الحرية والتغيير حمدوك تواجه على الأقل على مستوى الشارع بأن هنالك تطلعات يتطلع عليها الشارع فيما يتعلق بإعادة هيكلة الدولة السودانية إن صح التعبير، وخاصة فيما يتعلق بجهاز القضاء. لعل مظاهرات اليوم كانت متعلقة بمسألة القضاء والنائب العام، والشارع على الأقل يأمل وربما سقوفه كانت عالية في هذا الاتجاه. عندما يأتي على الأقل رئيس وزراء يمثل الثورة كانوا يتوقعون بأن التغييرات ستكون سريعة والمحاكمات كذلك ستكون سريعة والخوض في ملفات التحقيق ستكون سريعة، ولكن من خلال القراءة بس يعطوا نفس يا دكتور، يعطوا فرصة خلال على هكذا مباشرة. هي هكذا وضع منطقة، هذا شيء جيد إيجابي المواجهة المباشرة، ولكن هي هكذا. علينا أن ندرك أن الشعوب الثائرة دائما ما تكون سقوفها عالية وتتوقع بأن يمكن في بين عشية وضحاها ستحل الملفات، ولكن الأمر ليس بهذه كبسة زر كما يقال أو بعصا سحرية بهذه البساطة، مع أن رئيس الوزراء حاول في خطاباته أن يكون متوازنا وهادئا وأن يعني يرسل رسائل بأن الأمر ليس سهلا، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي. ويبدو أيضا أن الرجل مضغوط حسب معلوماتي، أيضا مضغوط ضغوط كبيرة جدا في قضية أيضا التغيير المفاجئ والتحول المفاجئ، يخشى أيضا أو تخشى بعض القوى أيضا ذات التأثير في الملف السوداني تخشى من انفراط أيضا العقد. لديك معلومات أن عبد الله حمدوك مضغوط؟ لديه معلومات أنه يواجه ضغوط، من يضغط على رئيس الحكومة؟ يواجه ضغوط أول من قوى الحرية والتغيير والقوى الثائرة على الأرض، في أنها كما ذكرت أن طموحاتها وتطلعاتها كبيرة وتأمل أن يكون هنالك، خاصة فيما يتعلق بملفات ما يسمونه التطهير وملفات على الأقل إفراق يعني إيجاد اختراق في الدولة العميقة، بحيث على الأقل تدخل قوى الثورة إلى مؤسسات الدولة. مضغوط من هذا الاتجاه، ومضغوط أيضا من قوى أخرى دولية أيضا تخشى من أن الحالة في السودان إذا تم التعامل معها بنوع من العجلة وتم التعامل معها بنوع من عقلية الانتقام ربما والتصفية قد لا تكون أيضا عواقب هذا الاتجاه محمودة. فعلى كل هو ما بين الداخل والخارج يواجه في تقدير رئيس الوزراء تحديات كبيرة جدا. خلينا نشوف دكتور لو سمحت لي هذا المقطع من تظاهرة اليوم وكيف تم التعامل معها ونعلق عليه سريعا، تفضلوا مشاهدينا. Thank you.
طيب، هذا جزء من تظاهرة اليوم وتعامل خشن مع المتظاهرين. هذه طبعا ستكون إحدى النقاط الصادمة أنا في تقديري لشباب الثورة على وجه التحديد، وخاصة في أول مظاهرة على الأقل لهم في ظل حكومة يعتقدون أنها حكومتهم ورئيس وزراء يعتبرون أنه يمثلهم ويمثل طموحاتهم وتطلعاتهم. أعتقد أن هذا التعامل العنيف أنا في تقديري أولا لا ننسى أن وزارة الداخلية إلى وزير الداخلية المحسوب على العسكر كمسؤولية دعنا نفرق ما بين المسؤولية والاختصاص. الاختصاص الآن وزير الداخلية هو المختص بشكل مباشر، أما على مستوى المسؤولية الآن انتقلت من رئاسة المجلس العسكري إلى قوى الحرية والتغيير. فمن ناحية مسؤولية سيظل حمدوك هو الشخص المسؤول الآن في هذه المرحلة. كل ما يحدث الآن من هذا التاريخ في التعامل مع المتظاهرين، التعامل مع الشارع السياسي السوداني، ستظل قوى الحرية والتغيير التي تحتمل هذا الأمر يعني. أما من حيث الاختصاص بلا شك أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هي من نصيب العسكر، وهذا ما كنا حقيقة الواحد يخشاه دائما يعني، أن تكون هنالك حكومة فيها نوع من الشراكة المتشاكسة وبالتالي العقلية. هذا الذي جرى اليوم دكتور ربما سيفجر الخلاف ما بين رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع. بطبيعة الحال أنا أتصور أنه سيفجر الوضع، ولكن أيضا لا يعدم وزير الداخلية باعتباره جهة اختصاص أنه الموقع الذي يتم فيه الآن المظاهرات حساس، يعني يبدي على الأقل، ولأن ردة الفعل أيضا التي ربما لو تعاملوا معه بنوع من العتاب ونوع من التلاوم قد يفتح عليهم أيضا نوع من الفوضى، وهذه معروفة أن الأجهزة الأمنية لها القدرة يعني على الوضع المطلع. هش هذا الذي يعني أنا لا أتصور أن يتم نوع من التصعيد مع وزير الداخلية، لأن أيضا عدم التعامل أيضا الجاد مع الحالات اللي ربما يحصل فيها نوع من التفلت أعتقد ستكون محسوبة أيضا على وزير الداخلية وربما عن النظام كله، قد يفلت الواقع إلى ما لا تحمد عقباه. طيب، الآن رئيس الحكومة يركز على ملف السلام وتحقيق هذا الأمر وهذا الإنجاز وسحب السلاح من يد الجماعات المسلحة، فتخرج هذه التظاهرة في الخرطوم ويحصل هذا الاعتداء على المتظاهرين، هذا سيربك عمل رئيس الحكومة أليس كذلك؟ هو على كلنا الغريب في الأمر يعني في مسألة التوقيت وفي أن الذين يقودون الآن الشارع هم الحرية والتغيير. يعني أنت عندك رئيس وزراء هو بحاجة إلى كما ذكرنا إلى نوع من التقاط الأنفاس، محاولة على الأقل تكليف الوزراء وتسلم مهامهم، إعطاء فرصة على الأقل فيما ذكره الآن من ما أسماه بالموضوع العاجل على الأقل خلال 200 يوم مثلا، بعض البرامج التي ربما أراد هو أن يعطي فيها نوع من الأمل. يبدو الحرية والتغيير على كل إن هذا التصعيد قد يؤدي إن لم يكن على الأقل بالتوافق مع رئيس الوزراء قد يؤدي إلى إشكال حتى مع رئيس الوزراء. خلينا نحاول نحسمها هذه المسألة دكتور، إنه تظاهر في الشارع الآن يساعد رئيس الحكومة للمناورة للتفاوض مع العسكر لأخذ وتحقيق مزيد من الإنجازات، أم يضعه في موقف حرج؟ أنا قراءتي بأنه قد لا يساعده في الضغط على العسكر في هذه المرحلة. بالعكس الشارع معي، يقول لهم هذا الشارع معي، بالعكس أحركه وقت ما أشاء. لا ننسى أن الاتفاقية هي عملية محاصصة ما بين المدنيين والعسكر، كل له نصيبه من الكعكة السلطة، وبالتالي أي محاولة لتسجيل ضغوط على الطرف الآخر سيقابلها أيضا ضغوط مقابلة، وأدوات الضغط متاحة هنا وهناك. أنت قد يكون متاح لك هنا الشارع، وقد يكون أيضا المجلس العسكري أو ما يمكن أن نسميه بالدولة العميقة عندها أيضا أدواتها التي تستطيع أن. فأنا في تقديري كانت المرحلة عموما محتاجة إلى نوع من التوافق السياسي، نوع من الانتقال السلس على الأقل إلى مرحلة يعني يكون فيها الطرفان في حالة توافق وانسجام أكثر من حالة الدخول في صراع على الأقل ومحاولة لي الذراع هنا وهناك. فالذي أخشاه أنه لو حاول رئيس الوزراء أن يمارس على الأقل نوع من الضغط على المجلس العسكري قد تكون هنالك أيضا ردود فعل أيضا قد لا تكون يعني لا يعدم المجلس العسكري ما يمارسه من ضغوط على القوى المدنية كذلك. الحشود برأيك كانت كبيرة اليوم بهذه الأعداد التي رأيناها؟ لا زال واضح أن الشارع
لكن هل الشارع سيصب عموما سيصب في صالح قوى الحرية والتغيير ولا له سقوف أعلى من قوى الحرية والتغيير وهي الآن على رأس السلطة؟ هذا الذي يعني يخشاه الإنسان. يعني لا نستطيع أن نقول بأن مطالب الشارع الآن تكتفي بالسقف الذي تريده الحرية والتغيير. حرية سلام وعدالة. قد تكون هنالك نوع من السقوف العالية جدا في تنفيذ هذه المطالب. لتنفيذ هذه المطالب قد يكون الشارع في تقديري عالي جدا، وخصوصا لو رصدنا خلال الفترة الماضية ملاحظات قوى شباب الثورة على وجه التحديد، ملاحظاتهم على التشكيل الوزاري، ملاحظاتهم على المحاصصات، ما ظهر من قضية الكفاءات، ما ظهر من تضارب في التصريحات، كل ذلك شكل نوع من الصدمة على الأقل لدى الشباب الثائر، وبالتالي ربما تواجه في تقدير قوى الحرية والتغيير تحديات من داخلها وليس تحديات من خصومها كالمجلس العسكري. الإسلاميون حاضرون اليوم في الشارع؟ لا أتصور اليوم حاضرين في الشارع. أين هم؟ على كل إسلاميون الآن في حالة كمون وفي محاولة مراجعة أوراق المرحلة السابقة والوقوف عموما حاليا مع الذاتها بشكل كبير. لن يلجأوا للشارع قريبا؟ لا أتصور حاليا هم، يعني الذي أتوقع الآن إذا كانت هنالك استفزازات من قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق قضايا الهوية والشريعة والدين ربما أتصور أن يكون فيه نوع من التحريك للشارع من قبلهم، لكن لو وقفت الحرية والتغيير على الأقل في حدود على الأقل ما هي عليه الآن، أعتقد أن هنالك حرص حسب ما متابعتي هنالك حرص من الإسلاميين أن تمر المرحلة الانتقالية، وهم يستطيعوا أن يبنوا فيها على الأقل أحزابهم ويبنوا فيها مواقفهم بشكل جيد ويستطيعوا أن يعرضوا نفسهم في المرحلة القادمة. رغم النظرة الاعتراضية على الوثيقة الدستورية من قبلهم؟ حتى ولو كان أعتقد لأن الشد أكثر من مما ينبغي قد يؤدي إلى انفلات في عقد الدولة السودانية نفسها. طيب اسمح لي نشرك معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي السوداني محمد علي فزاري. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا بك. أستاذ محمد، في وقت يحاول فيه رئيس الحكومة أن يبدأ عمله عبر إنجاز أحد أركان شعارات الثورة، ربما حرية سلام وعدالة في جوبة، بدأ من جوبة تظاهرات في الخرطوم تخرج تطالب باستقلال القضاء وتواجه بخشونة بقمع بغاز مسيل للدموع، لماذا بتقديرك حصل ما حصل اليوم؟ كيف تفسر ما جرى؟ في تقديري أن ما حدث اليوم هو مؤشر خطير، خاصة أن السلطة المدنية كانت في أول اختبار عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مغربة من الغصب الجمهوري، وهذه بادرة سيئة للحكومة العاصمة حمدوك باعتبار السلطة المدنية ظلمت تكرر مرارا وتكرارا بأنها تحترم الحريات وحرية التعبير ومن بينها حرية التظاهر، ولكن رأينا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وفرغت بعض المتظاهرين الذين سلموا مذكرة تطالب باستقلال القضاء وتعيين رئيس قضاء ونائب عام، في إشارة إلى أن الرئيس القضاء الحالي لا يمثل الفرد من النظام المخلوع النظام البائس، وبالتالي كان موكب اليوم وهي مليونية استغلال القضاء العدالة في إشارة إلى ضرورة أن يكون القضاء حرا ومستقلا ونزيها. أيضا هذا يأتي متزامنا كما سألت في زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وهي أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء منذ تولي منصبه، وأنا أعتقد أنه يرمى وجهه شطر مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في إشارة إلى وجود حركات الكفاح المسلح الذي تواجد هناك وللعلاقة. طيب سأتي إلى الزيارة ونتائجها أستاذ محمد، لكن هل من تداعيات لما جرى في الخرطوم اليوم هذه المشاهد الصادمة؟ حتى الآن ردود الفعل من قبل جماعة المعنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير وهي الأجسام التي كانت تقود التظاهر طيلة الفترة الماضية، ولكن بالتأكيد سوف يكون هناك رفض إدانة لما حدث من قبل الشرطة، ويعتبرون أن هذا خرق للاتفاق وخرق للوثيقة الفاصلة، وأن الأجواء هي الآن تشير إلى ضرورة توفر الحريات، ومن ضمنها هي إحدى الأولويات العشر التي تحدث عنها وزير الإعلام في مؤتمره الصحفي قبل يومين، قال سوف نقوم بإلقاء كل القوانين المقيدة للحريات ومكافحة الفساد واشتغال القضاء، وضعها بأنها
من الاولويات العاجله لحكومه عبد الله حمدوك الوليده. في تقديري هل تبعي هذا الوقت مبكر للحديث حولها ما رايك كان فيها، ولكن نتوقع بيانات تصدر من تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحريه والتغيير حول ما حدث من صدع اعتصام. لكن ما حدث سيدفع قوى الحريه والتغيير لربما تجميد الدعوه للتظاهرات لفتره من الهدوء ام لمتابعه هذه التظاهرات؟ انا لا اعتبر ان المظاهرات هي تتوقف، انا كنت اليوم وسط المتظاهرين في محيط شارع القصر حتى مغربا من الذين قدموا المذكره، هنالك اصرار انهم سيواصلون مواكبهم لمتظاهراتهم حتى يتم الاستجابه لمطالبهم، وبالتاكيد مطالب تمثل في فعيل نائب عام ورئيس قضاء مستقل. برز واضحا ان لديهم اسماء محدده، محمد الحافظ لمنصب النائب العام، وعبد الجابر محمد احمد لمنصب رئيس القضاء، وهم يطالبون فقط بتعيين هذين الشخصين مع الرفض المكون العسكري في مجلس السياده لهذين الشخصين، وهنالك مشاورات تجرى في الساعات المقبله بين بعض اعضاء مجلس السياده، ايدوا انهم اذا كان مطلب المتظاهرين هو تعيين كل من محمد الحافظ ومولانا القاضي عبد الجليل حافظ، ربما يبحثون ذلك مع المكون العسكري في اول اجتماع سيعقد في الاسبوع المقبل. ابقى معي استاذ محمد، ساعود اليك بسؤال اخير عن اول زياره خارجيه لرئيس الحكومه. دكتور حسن، طيب الان معقول يعني قوى الحريه والتغيير كانها تتظاهر ضد نفسها، ضد من يمثلها في السلطة، وكأنه هذا الأمر شاهدناه في مصر من قبل أيام الرئيس الراحل محمد مرسي رحمه الله. أعتقد أن قوى الحرية والتغيير لا تقرأه في سياق أنه ضد من يمثلها في هذه المرحلة، بل ربما قراءتها للمشهد أنها لا زالت بحاجة إلى مزيد من الضغط على الأقل الأجهزة التي ربما تعيق عملية التحول، يعني مسألة بناء المؤسسات خاصة المؤسسات السيادية مثل الآن رئيس القضاء، اعتقد ليست من مهام رئيس الوزراء وبالتالي له علاقة بالمجلس السيادي، وربما المجلس السيادي قد لا يتجه الآن إلى التغيير إلا عن طريق الضغط عبر الشارع، وبالتالي قوى الحرية والتغيير هي ما بين الآن وجودها على رأس السلطة وما بين شعورها بأن هنالك نقاط لا بد من استكمالها حتى تستكمل الثورة وتؤتي أكلها، ولكن هذا أيضا له سلبيات في نفس الوقت، يعني علينا أن ندرك بأن الاستمرار في عملية المظاهرات والنزول إلى الشارع في ظل أيضا حكومة تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الهدوء حتى تستطيع على الأقل أن تنتقل بالناس إلى الملفات التي أعلنت عنها، وهي الملفات العشرة التي أعلنتها حكومة حمدوك، منها ملف الاقتصاد، ملف السلام، ملف التنمية. هذه الملفات العاجلة في تقدير أيضا الاستمرار في التظاهر وتعطيل حركة الشارع أعتقد قد لا تساعد أيضا من الزاوية الأخرى، قد لا تساعد الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي أعلنته على الأقل خلال 200 يوم الأولى. أعود إليك أستاذ محمد، لماذا كانت جوبة هي الوجهة الأولى لعبد الله حمدوك وليس أديس أبابا مثلا أو عاصمة أخرى؟ نعم بالتأكيد هذا سؤال جيد. معروف أن جوبة كانت تربطها علاقات وطيدة مع السودان، وهي الذي حدثت انفصال في العام 2011 وأصبحت دولة قائمة بذاتها. الرئيس الباكير يحظى بعلاقات وطيده مع الحركه الشعبيه وهو الحزب الحاكم في جنوب السودان، كما ان الحركه الشعبيه لديها امتداد تماما باسم الحركه عبد العزيز الحلو والقائد مالك عقار. ربما رات الخرطوم ان علاقات الباكير الوطيده مع حركات المسلحه وحركات الدفاع المسلح بصوره عامه هذا ربما يسرع في وتيره الاتفاق وتحقيق سلام عادل سالم هو تطمح اليه حكومه عبد الله حمدوك، خاصه ان جوبا ادت السنيه لرد الجميل للخرطوم في فتره سابقه، صداقه الخرطوم مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان بين سلباكير ورياك مشار، ربما هذه فرصه تاريخيه لجنوب السودان لاستضافه هذه المفاوضات التي ربما تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل. انا اعتقد ان عبد الله حمدوك زيارتي جاءت في التوقيت الصحيح والمكان الصحيح، لان جوبا وما تمتاز به من علاقات وطيده بين هذه الحركات ربما تدفع وتسرع في وتيرة الحل السياسي الشامل وتحقيق السلام بين مكونات القوى السياسية والمدنية في السودان. هل الطريق إلى السلام أصبحت معبدة بتقديرك أستاذ محمد، أختم معك، من جوبا؟
لا يمكن ان نقول انها معبر الدولة، لكن هناك ثمه مؤشرات ايجابيه. يعني اذا تحدثنا عن تصريحات عبد العزيز حلو بعد تسجيل مجلس السياده ومجلس الوزراء، قال انه يرحب بتسجيل هذا المجلس وانه سيجري مشاورات مع الحكومه، هذه ربما واحده من الاشارات الايجابيه. ايضا وصول جميع هذه الحركات المسلحه استثناء عبد الواحد محمد نور وهو المتواجد في فرنسا، هذه اشارات ايجابيه يعني انهم يقبلونها وكذلك بقلب مفتوح لاي مفاوضات ترعاها جوبا. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب الصحفي السوداني محمد علي فزاري، اهلا ومرحبا بك دائما في استديو التاسع. اريد ان اسالك حول هذه القضيه وزياره جوبا وملف السلام، لكن اريد ان انهي مساله تحدثنا عنها وهي موضوع يتعلق بالاسلاميين في السودان. سالتك اين هم، قلت لي كانهم في وقفه مع الذات، في وقفه مراجعات. هل هناك خشيه من التضييق عليهم، من اقصائهم أكثر كما يعتبر البعض، حتى من الذين شاركوا في الثورة ضد البشير يعتبرون أنفسهم خارج اللعبة الآن؟ على كل نوع الإسلاميين أكثر من صنف يعني وأكثر من تيار، هنالك التيار الحاكم الذي كان يقوده المؤتمر الوطني وتحته الحركة الإسلامية، وهنالك تيارات تقترب وتبتعد على كل من المؤتمر الوطني، وهناك تيارات شاركت على كل في الشارع وكان لها حضورها على الأقل على المستوى الشبابي، ولا نستطيع أن نضعهم كلهم في سلة واحدة إلا من خلال وضعية الآن الحرية والتغيير، في أنها لم تستطع أن تستوعب أي مكون من هذه المكونات في مظلة الحرية والتغيير، وبالتالي رمتهم كلهم عن قوس واحدة وجعلتهم على الأقل في زاوية واحدة في هذه المرحلة التاريخية. هذه طبعا كانت لها بالنسبة للإسلاميين على الأقل كانت لها في تقدير إيجابيات، وهو أن التيار الإسلامي بشكل عام استطاع في هذه المرحلة أن ينظر إلى نفسه بأنه يعني مستهدف من قوى الحرية والتغيير وربما من قوى أيضا إقليمية وقوى دولية، وبالتالي يعني في المرحلة القادمة في تقديري سيكون أكثر لملمة لصفوفه وأكثر تجميعا لتياراته. يمكن أن يركب موجة التظاهرات الحاصلة؟ حاليا لا أتوقع، أنا في تقدير هو الآن أو المدرك بأنه هنالك عدة خطط لجره إلى المواجهة، هنالك أكثر من طرف على كل يسعى لأن يجر التيار الإسلامي إلى المواجهة، وبالتالي تجريمه من خلال ما يمكن أن نسميه بصناعة على الأقل ملف الإرهاب في السودان حتى يتم على الأقل ضرب التيار الإسلامي، وهو مدرك حقيقة التيار لهذا الجانب، وبالتالي التعاطي الذي يتعاطى حتى هذه اللحظة التيار الإسلامي هو محاولة التمرير على الأقل لحكومة حمدوك والمرور الثلاث سنوات في المرحلة الانتقالية دون أن يكون هنالك أي صدام مع هذه السلطة الراهنة، وإعطاء فرصة على الأقل لهذه الحكومة ثم ترتيب أيضا نفسه خلال هذه الفترة ومحاولة الظهور على الأقل بمظهر جديد. لاحظنا خلال يومين الماضيين ربما ظهور للقيادي في المؤتمر الوطني يعني وزير الخارجية السابق يعني قندور، وزير الخارجية السابق قندور باعتباره الآن هو من يقود المؤتمر الوطني، ولاحظنا كيف أنه بدأ يسوق على الأقل المؤتمر الوطني من جديد، وهو على الأقل اعترف بأن هنالك ثورة حصلت في السودان وأن المؤتمر الوطني يسلم لهذا الواقع وأنه سيتعاون مع الحكومة الحالية في إنجاح البرنامج الذي على الأقل يهم السودان جميعا. في تقديري هذا الظهور بغض النظر عن نتائجه وقراءة الناس له، لكن هي محاولة لأن يقول بأننا لازلنا موجودين في المشهد السياسي، وربما أيضا محاولة للذين يتحركون لإقصائهم من الحياة السياسية، ولكن أعتقد في كل الأحوال لن يكون المؤتمر الوطني الواجهة السياسية المناسبة لأن تقود به الحركة الإسلامية. إبراهيم غندور محسوب على المؤتمر وهو يقوده الآن؟ هو الآن من يقود المؤتمر الوطني حاليا. مقبول من الآخرين؟ على كل هو موجود في الساحة ويعلن عن نفسه بأنه هو الآن المكلف إعادة على الأقل تنظيم المؤتمر الوطني، بغض النظر عن وضعية المؤتمر في المرحلة القادمة. هنالك دعاوى مقدم عليه بأن يحل المؤتمر الوطني، وهنالك تصريح ربما قاله رئيس الوزراء يعني اعتبر بأن أصلا منذ أن قامت عليه الثورة فقد حل المؤتمر الوطني. هذه كلها إشكالات قانونية على كل وسياسية تواجه المؤتمر الوطني كحزب سياسي، ولكن لن يكون في تقديري كما ذكرت الواجهة السياسية المناسبة للإسلاميين في المرحلة القادمة هو المؤتمر الوطني بطبيعة الحال، ولكن لاعتبارات على كل حتى هذه اللحظة هم يحافظون على هذه الواجهة كعناصر كانت تقود المرحلة السابقة.
معقول يبقى الإسلاميون في نفس هذه الدائرة بأن يصدر المؤتمر الوطني لتمثيلهم؟ على الأقل القوة اللي كانت حاكمة ستظل تمسك على هذا الوضع حتى يتم نظر قانوني لها، خصوصا إذا كانوا يستشعرون بأنهم لهم قاعدة ولهم وجود ولهم هذا اللي يصرح به القندوري، يعتبر نفسه إن والله يثق في قواعده وفي الذين ينتمون للمؤتمر الوطني وبأنهم يختلفون عن الأحزاب الحاكمة في المراحل السابقة وحزب أيديولوجي كذا، هو لا زال على كل يدافع عن لكن أنا قراءتي للمشهد الإسلامي لن يكون على الأقل المؤتمر الوطني هو الخيار المفضل الذي من خلاله سيتم عرض الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. ففي مسألة دكتور هنا أنه يتكرر الحديث عن ضرورة رفع السودان عن قائمة الدول الراعية أو الداعمة للإرهاب، هل هناك خشية من أن تستغل هذه المسألة في قمع وضرب التيار الإسلامي في السودان؟ على كل هي هذه إحدى الاستحقاقات أو على الأقل ما يجب أن يقدمه أو تقدمه الحكومة الحالية ضرب التيار الإسلامي، ولكن كما ذكرت أيضا هذا استحقاق أمامها؟ هو لا بد، هذا يعني في تقدير القوة الثورة المضادة أولى أولوياتها الآن القضاء على التيار الإسلامي. في مؤشرات ثم في إجراءات بدأت؟ هو على كل فيه يعني على كل الآن في قوائم بدأت تنزل على الأجهزة حسب علمي، يعني هنالك الآن مثلا كشوفات بدأت تنزل على مؤسسات الدولة، بدأت تقريبا جهاز الأمن والمخابرات نزلت على القائمة تحاول أن تجرد عدد من أبناء التيار الإسلامي داخل هذه الأجهزة. سيكون هنالك في تقديري المسار الأول هو محاولة التجريد من داخل أجهزة الدولة، وربما ستكون هنالك خطوات أخرى أيضا فيها على الأقل محاولات جر التيار كما ذكرت إلى ممارسات ربما للتجريم القانوني. في خبر اليوم نشرته سكاي نيوز عربية أنه هناك لجنة فنية شكلت لسحب جوازات السفر والجنسية السودانية من أعطوا خلال حكم البشير، خلال فترة حكم البشير. على كل هذه المسألة مطروحة الآن طبعا الخبر لم يقل حكم البشير، قال حكم الإخوان. نعم نعم، على كل تظل مشكلة الجنسية ومشكلة الهوية السودانية، مسألة انفتاح الحدود على السودان، هذه قضية على كل ليست لها علاقة في تقديري بنظام البشير، بل هي قضية يعني ظلت مواكبة لكل مسيرة الحكومات السودانية منذ الاستقلال. السودان لا زال دولة مفتوحة على كل الجيران، هنالك امتدادات قبلية في أكثر من بلد، وبالتالي يعني في تقديري هنالك على الأقل قوة سياسية تذهب في هذا الاتجاه لحسابات سياسية تريد على الأقل أن 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 تصفي بعض الاتجاهات الذين تحسب أنهم كانوا. لكن شخصية حمدوك دكتور حسن شخصية صدامية إن كان مع التيار الإسلامي أو مع غيره، أم سيحاول أن يدور الزوايا كما يقال؟ حتى هذه اللحظة حمدوك لا زال في تقديري يتمتع على الأقل بنوع من القبول من كافة الأطراف، لا زال التصريحات الرجل فيها نوع من التوازن حتى هذه اللحظة، لم يظهر على الأقل بتصريحات حتى متابعتي حتى هذه اللحظة لم يظهر بتصريحات على الأقل تستفز أي مكون من المكونات، بل لا زال حسب معلوماتي حريص وقد وجه بأن لا يتم أي إجراءات فيها نوع من العزل السياسي أو نوع من التصفية داخل حتى مؤسسات الدولة المدنية. وبالتالي يعني يمكن القول بأن حمدوك ليس بالشخص اليساري الذي جاء للانتقام من الإسلاميين. في أول تصريح له على كل هو يقول بأنه ما جاء للانتقام، ولكن النقاط التي تجعل الآخرين يتشككون في حمدوك هو إحاطته على الأقل بالمجموعة اليسارية المنشقة على الأقل من الحزب الشيوعي، يعني معظم من يحيطون الآن بحمدوك أو غالب من يحيط به هم على الأقل من منشقي الحزب الشيوعي السوداني، وبالتالي الفكرة اليساري حاضر في المشهد، ولكن أعتقد أن الفكرة أو التيار اليساري الذي يحيط بحمدوك هو تيار على الأقل يمكن أن نقول الآن يحمل أجندة غربية ويحمل على الأقل أجندة لها علاقة بالمنظومة السائدة حاليا وليس لها علاقة بالفكرة الشيوعي الذي ربما كان له ارتباط مع الشرق. ما في تحريض من دول أخرى من دولة عربية بالتحديد من أجل استهداف التيار الإسلامي؟ التيار الإسلامي في أكثر من جهة على كل لأنه أنت تعلم أحد الدول العربية الآن عدوها الأول هو الإخوان المسلمون. لا هي أكثر من دولة، هي أكثر من دولة، يعني هنالك الآن
دول خليجية تحرض على مسألة الإسلاميين، المصريين يحرضون عند الإسلاميين، إسياس أفورقي من الشرق يحرض على الإسلاميين، وزيارته بعد يومين ربما سيكون فيها واحد من أجنداتها هو موضوع الإسلاميين في السودان، وهو قلق جدا، ليست قضية إسلاميين وغير إسلاميين لأنه كان حليف لهم خلال السنوات الماضية. على أريتريا لها دور هنا؟ طبعا حاضرة، وهي تحمل، هي الذراع العملي بالنسبة للإمارات يعني في المنطقة يعني. وبالتالي أنا في تقديري الإسلاميين من حيث الاستهداف هنالك استهداف، لكن أيضا من يريد أن يقترب أيضا من المواجهة المباشرة خاصة مع الأدوات الصلبة للإسلاميين أعتقد أيضا مشكلة، وخاصة أن هنالك الآن إقرار بشكل أو آخر على أن الإسلاميين بشكل أو آخر ممثلين في وزارة الدفاع وزارة الداخلية، يعني شئنا أما بينا يعني من يمثلون الآن وزارة الدفاع أو المجلس العسكري ومن يمثلون وزارة الداخلية محسوبين على الأقل على النظام السابق. وبالتالي وأنت تتكلم عن محاولة تصفية التيار الإسلامي عليك أن تنظر يمينا وشمالا لهذه القوى الصلبة للإسلاميين وكيف ستتعامل مع هذا التيار. معادلة متداخلة دكتور حسن حقيقة. خلينا نشوف عبد الله حمدوك رئيس الحكومة ماذا قال في جوبا ونعلق على كلامه. تفضل مشاهدينا. نطمح لعلاقات استراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا ولا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة في خلال اليومين لوضع الأسس الراسخة لعلاقات متميزة متطورة بين جوبا. كانت الوجهة الأولى مشاهدينا دكتور حسن لعبد الله حمدوك. مفاجأة؟ والله جوبا ما مفاجأة بالنسبة لي، ليست مفاجأة، لأن جوبا على الأقل تمثل لكل هذا الطيف الذي نراه جهة صديقة، يعني قوى الحرية والتغيير أغلب ألوان الطيف الذي يدور في فلك الحرية والتغيير كانت لهم علاقات مع الحركة الشعبية ومن بعدها أيضا حكومة جنوب السودان. قوى الجبهة الثورية على الأقل لها وجود حاضر وكبير جدا في جنوب السودان، وبالتالي في تقديري كانت محطة طبيعية جدا أن يكون هنالك حوار، وخصوصا جربت إثيوبيا في حوارات الجبهة الثورية وجربت جمهورية مصر العربية ولم تؤدي في تقديري إلى نتائج مثمرة، وبالتالي الآن قد يكون استكملنا حلقة الدول الجوار، مفاوضات في إثيوبيا، مفاوضات في مصر، مفاوضات الآن في جنوب السودان. يعني اختيار جوبا له علاقة بالملف الداخلي بملف السلام. نعم، ملف السلام هو أصلا الزيارة لها علاقة بالمفاوضات الجارية الآن والاتفاق الذي تم صحيح في جوبا، وبالتالي يعني ليس مستغرب في تقديري. حقيقة الشيء اللي ممكن على الأقل يلفت النظر يعني كيف لم تستطع قوى الحرية والتغيير الصبر على الجبهة الثورية ومحاولة الوصول معها إلى حل سياسي، وخصوصا في جزئية المحاصصات اللي كانت على الأقل تطالب بها أو يعني المشاركة في السلطة بنسبة معينة كانت تطالب بها الجبهة الثورية، وتترك المجال الآن على الأقل بشكل أو آخر حسبت هذه المفاوضات الجارية الآن على المجلس السيادي والعسكر هم من استطاعوا على الأقل أن يصلوا إلى هذه التسوية. فعلى كل هنالك أيضا إشكال الآن في لديك تفسير هنا دكتور؟ على كل الآن يمكن أن أقول من كسب الجولة حاليا هو المجلس السيادي بجناح العسكري على وجه التحديد، استطاع على الأقل أن يوقع الآن نوع من الاتفاق مع الجبهة الثورية في وقت عجزت فيه قوى الحرية والتغيير أن تشركهم في المرحلة الانتقالية وأن تمثلهم وأن يكون على الأقل يدخلوا وتكون الثورة على الأقل بكل أجنحتها دخلت إلى السلطة. سريعا، الجبهة الثورية من؟ الجبهة الثورية الآن ثلاث اتجاهات تقريبا، أول اتجاهات اللي حصل معها الآن التوقيع، الجبهة الثورية كمسمى تقريبا لحركات دارفور وبعض حركات دارفور، والجبهة الشعبية الحركة الشعبية جناح الشمال اللي هو مالك عقار وعرمان، والجبهة الحركة الشعبية جناح الحلو. تقريبا هذه الاتجاهات الآن هي التي تم التوقيع معها. حلو طبعا وقع لحاله لأن له مشكلة عموما مع مالك عقار وجماعته السابقين، ومجموعات دارفور على الأقل اللي وقعت هذه الأجنحة في تقديري مهمة جدا في عملية السلام، وبالتالي لو استطعنا على الأقل أن نجلب هذه الأجنحة أعتقد على الأقل في ملف السلام تكون الناس قد قطع شوطا، وهذا أهم ملف في تقديري بالنسبة للسودانية، يعني تترتب عليه خسائر كبيرة جدا من ناحية المالية من ناحية البشرية، ولو تم نجاح على الأقل واختراق هذا الملف يعتقد بداية لنجاح كبير جدا في السودان. ماذا تريد هذه الحركات حتى تسلم سلاحها؟
على كل إن الحركات لها مطالبها يعني لها مطالبها فيما يتعلق بالمشاركة على وجه التحديد. لها الآن على الأقل هي تريد مشاركة على مستوى المجلس السيادي، تريد مشاركة في مجلس الوزراء، تريد مشاركة في الولايات، لها رؤية فيما يتعلق بالولايات وإدارة الولايات. هنا طبعا أشير إلى أن الآن هذا الاتفاق الذي حدث البارحة أجل عملية تكوين الحكومات الولائية وتكوين المجلس التشريعي، أجله لما بعد انتهاء من هذا حتى يتم على الأقل إدماج هذه المجموعات في كل هذه المؤسسات، مؤسسة المجلس التشريعي ومؤسسة السيادة ومؤسسة كذلك الحكومات الولائية. تأجيل هنا تشكيل المجلس التشريعي يمكن أن يعوض ثغرة عدم تمثيل بعض القوى إن كان في المجلس السيادي أو الحكومة؟ على مستوى الحركات المسلحة فقط. فقط؟ أي نعم، على مستوى الحركات المسلحة. القوى الأخرى خلاص يعني لا أعتقد أن يكون لها تمثيل بعد هذا. الحركة الإسلامية بالتحديد لن تمثل إلا في إطار 30% إن رغبت تيارات على الأقل اللي ممكن تشارك. إذن ستكون خارج المشهد تماما؟ هي ستكون 3 سنوات القادمة في تقديري خارج المشهد. اولا لن تقبل كثير منها ممن على الاقل يمكن كان ان يشارك، لن يقبل بالمشاركه في ظل الوثائق التي تم التوقيع عليها. وفي نفس الوقت عموما قد يكون من الافضل للحركه الاسلاميه ان تقوم ايضا بدور المعارضه الايجابيه الفاعله المؤثره في الشارع السوداني، ومحاوله على الاقل اتاحه الفرصه لمن ظل على الاقل في نظر الكثيرين محروما من السلطه خلال السنوات الماضيه. جهد حمادوك بجهد سوداني داخلي يمكن ان يصل الى نزع سلاح الحركات المسلحة أم أن هذا الملف يحتاج إلى تدخلات خارجية، وساطات خارجية؟ على كل واضح أن الملف يحتاج إلى وساطات، بدليل أنهم الآن في تصريحاتهم خاصة الجبهة الثورية تشير إلى أن أهمية مشاركة قوى شريكة في عملية السلام، هكذا يقولون، وكأنما هم يريدوا أن يشركوا أطراف خارجية في هذا الملف. من؟ يبدو الاتحاد الأوروبي، دول خليجية، حتى تكون شاهدة على الأقل على هذا الحوار. من يمول يعني من يسلح؟ الجهات الممولة اللي ممكن تساعد على الأقل، لأنهم يدركون تماما بأن السلام له استحقاقات. في السابق مثلا كنا نلاحظ كيف أن معظم عمليات السلام دارفور كانت تمولها مثلا الحكومة القطرية وتقف من ورائها. فعلى كل إن يحتاج هذا الموضوع إلى جهات أيضا تشهد على هذا الملف وتبدأ بعد ذلك في عمليات التمويل. نذهب لتغريدة وتعليق سريعا معك دكتور حسن ومع المشاهدين الكرام. نأخذ التغريدة الأولى. تغريدة الأولى لخالد العيسر يقول: أعلن جوبا حول بدء التفاوض، اتفق الطرفان على بدء التفاوض برعاية حكومة جنوب السودان، اتفق الطرفان على أن تكون مدينة جوبا مقرا للتفاوض، اتفق الطرفان على بدء التفاوض في 14 من شهر أكتوبر القادم. الموقعون محمد حمدان دقلو، عبد العزيز، آدم الحلو. نعم، هذا على كل الآن يحسب هذا الوضع لحكومة جنوب السودان، استطاعت على الأقل مع كل مشكلاتها أن على الأقل تكون مقر لهذا التفاوض. الأمر الثاني أيضا في تقديري ستكون له إيجابيات بعيدة المدى فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الجنوب والشمال، على الأقل بزاوية مختلفة وبمنظور ربما مختلف. حمادتي حاضر؟ حمادتي لا زال حاضر في المشهد. اللاعب القوي؟ اللاعب القوي، لأن حقيقة هنا يعني علينا أن نشير بأن حميدتي يمثل على الأقل بالنسبة للرهان الإماراتي، يمثل حميدتي الرجل الأول فيه، خلافا للمصريين الذين يرون أن الجيش السوداني هو الرهان الذي يجب أن تراهن عليه القوى الإقليمية. هنالك على كل خلاف ما بين الحكومة المصرية وما بين حكومة الإمارات فيما يتعلق بأولوية التعامل، لأن الحكومة الإماراتية تنظر إلى أن قوة الإسلاميين تكمن في الجيش السوداني، وبالتالي اعتماد الجيش السوداني شريك في هذه العملية هذا معنى ذلك تعقيد للمشهد. فعلى كل، بينما الحكومة المصرية تقول بأن التجارب كلها تقول حل الجيوش أدت بنا إلى كوارث، حل الجيش في العراق، في اليمن، في ليبيا أدى إلى مشكلات. شو حل الجيوش يعني؟ في رؤية إماراتية لحل الجيش السوداني؟ هي كان في رؤية أنها يعني يمكن أن يفكك الجيش السوداني ويحل محله على الأقل الميليشيات. كانت في البداية لاحظنا كيف البناء والدعم والتمويل والتسليح، ذهبت على كل الإمارات في هذا الاتجاه، أقلاها في أنه في محطة من المحطات ربما تصل إلى نوع من المواجهة ما بين هؤلاء وهؤلاء، وتعرف كيف أنها فعلت أفاعيلها في ليبيا. يعني هي دائما تراهن على الميليشيات أكثر من مراهنتها على الجيوش. خالد عويس، تغريدة التالية: خطوة موفقة جدا أن تكون جوبا هي أولى محطات حمدوك الخارجية، خطوة مهمة واستراتيجية وذكية ومطلوبة. كما ذكرت يعني حقيقة أن تكون جوبا هي المحطة
الأولى فيها رسائل كثيرة جدا، وربما يعني لا أدري على كل، لكن قد تعيد كما ذكرت الذاكرة التاريخية للسودانيين فيما يتعلق بوحدتهم، أو ربما إقامة علاقات جديدة حتى ولو كانت كونفدرالية بين الدولتين في المرحلة القادمة. دكتور أحمد مقلد يقول في منشوره أو تغريدته: المتابع المقابلات أسماء عبد الله وزير الخارجية سيجد أنها تتحدث وتجيب باعتبار رأيها الشخصي ولا تتحدث بلسان الوزارة، وتوجه وتوجه الحكومة ككل تعليق الوزير عن إسرائيل يعتبر تعليق شخصي دون النظر لصحتها أو عدمه، ولم تشر حتى أنها تعمل ضمن حكومة كاملة لها رئيس وزراء. تحديات الفترة الانتقالية، كيف فهمت تصريحات وزيرة الخارجية دكتور حسن؟ عموما تصريحات وزيرة الخارجية حول إمكانية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، طبعا قالت الوقت غير مناسب لهذا الحديث. هي على كل بشكل عام حتى هذه اللحظة لوحظ بمجموعة ملاحظات، جزء منها متعلق بمضمون التصريحات وجزء منها متعلق بشكل التصريحات. لاحظ الناس بأنه حتى هذه اللحظة بأن ما تتكلم به وزيرة الخارجية لم تصل بعد إلى وضع الصيغة على الأقل المعتمدة، باعتبار أن حتى هذه اللحظة مجلس الوزراء لم ينعقد بشكل حقيقي حتى يتم على الأقل اعتماد السياسات فيه. لا أعتقد أنها وقفت أيضا بالتفصيل على وزارتها بحيث تستطيع أيضا أن تتسلم كل الملفات وتتعرف على كافة التفاصيل، وبالتالي في تقدير جزء كبير من تصريحات الوزراء في المرحلة السابقة أقرب ما تكون إلى المواقف الشخصية منها إلى التعبير عن وضع الحكومة. البعض قرأ هذا الموضوع في سياق أنه والله إذا كان الوقت غير مناسب حاليا لكن يمكن أن يكون مناسب في مرحلة لاحقة، والبعض هي لم تقفل الباب يعني تماما، لم تقفل الباب، ولكن بعض الناس حتى هذه اعتبرها نوع من التجاوز. لماذا يعني ترسل رسائل سالبة للإسرائيليين؟ هكذا بعض المعلقين اعتبر بأنه كان ينبغي إما أن تسكت عن هذا الموضوع وإما أن ترسل رسالة إيجابية، وخاصة أنها هي بحاجة إلى الولايات المتحدة وفتح ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. بعض الناس اعتبر هذا التصريح غير دبلوماسي بالنسبة لوزيرة الخارجية، لكن لم تتعامل عموما هي بالمواقف المبدئية على الأقل للحالة العربية والإسلامية بقدر ما تعاملت بنوع من الميكافيلية في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لوجودك معنا الباحث في الشأن السوداني الدكتور حسن سلمان، على أمل أن يبقى السودان بعيدا عن التطبيع، عن أي علاقة مع الكيان الإسرائيلي، وأن يعتبره عدوا ثابتا لهذه الأمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.